نسكر موضوعنا اليوم مع نتاليا ياري. صباح الخير نتاليا. صباح الخير ستيفاني. صباح الخير للمشاهدين. سافا انت كيف؟ كثير منيحه. اليوم اكيد نهار الجمعه الماضي ب 14 تشرين الثاني كان اليوم العالمي للسكري. نعم. ومثل ما وعدت المشاهدين اليوم بدي اخصص هالحلقه تنحكي شوي عن شو هي اولويات تغذيه الاشخاص المصابه بالسكري، على شو لازم ينتبهوا. في كثير اعتقادات خاطئه كمان لازم ننتبه لها كرمال تنضل محافظين على معدل السكري ثابت. ان كان نوع اول او نوع ثاني من السكري، عادة أهم شيء هو أنه نحافظ على معدل أو على نسبة سكري بالدم ثابتة. يعني الأشخاص كتير بخافوا أنه يرتفع السكري كتير، بس ما بيفكروا إذا هبط السكري هل ترى هيدا له تأثير على صحتهم. نسبة السكري بالعالم كله عم بتزيد، ومن أهم الأشياء اللي ممكن أنه نعملها تنتفادى هالمشكلة هاي، وخاصة نتفادى اشتراكات السكري، هي أنه نعمل تشخيص مبكر. يعني فحص الدم من وقت لوقت، الإبرة الصغيرة اللي ممكن أنه نعملها كرمال تنفحص معدل السكري مهمة جدا، لأنه بتفيدي كل الاشخاص انه يصير عندهم اشتراكات ويكون اوريدي. يعني نتالي اذا الواحد ما انتبه، اذا عنده سكري تايب 2 وما انتبه على سنه سنتين، يمكن بصير عنده سكري تايب 1 وبصير ببلش دغري بالانسولين. مزبوط. بدل ما ياخذ حبوب. مزبوط. يعني لازم ينتبهوا. يعني باي عمر بنبدا نعمل فحوص الدم؟ نحن الاولاد الصغار صف اذا عندهم شيء مشكله، يعني ما بنفكر ناخذهم ونعمل لهم فحوص الدم. مزبوط. شو يعني اذا الواحد شوي ناصح لازم ناخذه قبل؟ اذا شو عادةً شو لازم نعمل؟ يعني عاده عند الاولاد السكري كان يكون من نوع معين، يعني نعم. كان النوع الاول من السكري تايب 1 دايابيتس، ولكن هلا مع زياده الوزن مع البدانه، خاصه البدانه عند البطن عند الاولاد والشباب، يعني انا هون عم بحكي تين ايجرز، عم بيصير في نوع سكري نوع ثاني اللي عاده بنشوفه عند الكبار اللي هو له علاقه كثير بزياده الوزن. سو الطبيب الاطفال عاده ممكن انه يطلب فحص دم لاولاد عندهم زياده وزن وبدانه وعندهم فاكتور دو ريسك، يعني اذا بالعائله في دونك الطبيب الاطفال هو بيعرف اذا في لزوم ولا لا انه ينعمل فحص للسكري. على كل حال التغذيه لازم تضلها هي الأولوية عند هالأشخاص هول، لأنه بتغذية سليمة ممكن أنه نحسن كتير نوعية حياتنا، وأكيد ممكن أنه نخفف من هالخواطر اللي أو عوامل الخطورة اللي ممكن أنه يؤدي له هالسكري هيدا. السنة المنظمة العالمية للسكري حطت تام هو الحياة الصحية والتغذية السليمة، وركزت خاصة على الترويقة. الترويقة مهمة جدا، يعني نحن وقت اللي منبلش نهارنا كتير أوقات ما عنا وقت نتروق، ما منحب نتروق، وفي كتير أشخاص يمكن ما بيحبوا يتروقوا. شخص عنده سكري من أهم الأشياء اللي ممكن أنه يعملها تيقدر يسيطر على معدل السكري عنده هو أنه يقدر يتروق، وأكيد الترويقة لها كتير فوائد على معدل السكري. عم نشوفه غير صحي. صح. يعني ليش مهمة الترويقة؟ الترويقة دراسات فرجت أنه وقت اللي منتروق منقدر نسيطر على شهيتنا أكثر. يعني أنا وقت اللي عم بحكي عن القبلية، القبلية هي أوقات اللي بتخلي الشخص أنه يأكل زيادة، وخاصة وقت اللي عم نحكي عن شخص بده يتوقع وزنه، أو حتى عن شخص عم بياخد أنسولين ولازم ينتبه على كمية السكر اللي عم بياخدها خلال النهار. مشان هيك الترويقة ضرورية، لأنه بتساعد أنه تسيطر على الشهية والقبلية خلال النهار. هلأ في ناس بيقولوا أنا بس أتروق بصير بدي ضل أكل. معليش أنه نقدر الجسم يتعود انه يفرز كميه سوك جاستريك باوقات معينه، وهيدا بيساعد لتنظيم وجباته وتنظيم نسبه السكر. اذا الواحد بلش نهاره وعم ياكل حلو نتالي بيجوع اكيد، يعني رح احكي عنها هلا. بس في نقطه بهمني انه اوضحها بعد كمان، غير انه الترويقه بتساعد لتركيز نسبه السكري او تثبيت نسبه السكري خلال النهار، وخاصه من خلال القبليه بتقدر تسيطر على القبليه اكثر. الترويقه الدراسات فرجت انه الاشخاص اللي بيتروقوا هن اشخاص كمان وزنهم
بيكون معدل الوزن عند هالأشخاص هول أوطى من الأشخاص اللي ما بيتروقوا. سو الترويقة ضرورية جدا، مش بس كرميل معدل السكري ولكن كرميل الوزن. سألتيني إذا نوعية الترويقة بتأثر شيء ولا لا، لأنه شفنا هون كروسان ومربى واتسترا، يعني كلهم قصص زبدة وسكر. شخص مصاب بالسكري ما لازم بس يكون هوسه السكر أو النشويات، أكيد هيدي شغلة ضرورية ينتبه لها، ولكن لازم شخص عنده سكري ينتبه كمان على الدهون وعلى نوعية السكر اللي عم ياخدها. هلأ صحيح قبل كنا نقول ممنوع السكر عند شخص مصاب بالسكري، هلأ صرنا نسمح بكمية معتدلة أكيد مدروسة حسب كل واحد، نظام الأدوية اللي عم ياخدها، وزنه، طوله، حركته إلى آخره، ولكن لازم ننتبه على كيف منركب ترويقتنا، كيف شو هي كمية النشويات. يعني بدل ما ناكل كرواسان فيها زبدة فيها كتير سكر كمان، ناكل خبزة قمحة كاملة أفضل، نلتجي أكيد للخبزة القمحة كاملة، ناخد يمكن أنواع من الحبوب اللي بناكلها الصبح مثل الشوفان مثلا مع حليب. البيض منه غلط أنه ناخد بيض، أكيد ما رح نقليه بالزبدة وبالسمنة، ولكن إذا أخذنا بيضة مسلوقة حتى قطعة جبنة قليلة الدسم مع خضرة، نحن ترويقتنا اللبنانية كتير صحية إذا منتبعها مزبوط، اللي هي اللبنة الجبنة مع خبز وخضرة. ببلاد أوروبا وأمريكا منهم معودين ياخدوا خضرة على الترويقة، هيدا أفانتاج عنا إياه بترويقتنا اللبنانية. نعنا بندورة خيار أكيد دايما موجودين بالبراد. صح بالضبط. غير أنه الفول منه كمان من الأنواع الترويقة اللي لازم نتجنبها. ناس بيخافوا من كل شيء بكليات نتالي، بيقولوا أنه كمان كاربز هولي يمكن بيعلو السكري، يمكن مريض السكري بخاف يأكل حمص، بخاف يأكل فول، بخاف يأكل لانتلز العدس. هيدا الشيء مزبوط، هيدي من الاعتقادات الخاطئة اللي كتير أشخاص عندهم سكري بيفكروا فيها. بس تفسر شغلي، عادة الجسم أول شغلة بيستعملها للطاقة هي النشويات. هلأ أكيد مريض السكري إذا كان عم ياخد كتير نشويات أكثر من ما جسمه بيقدر بحاجة له، أكيد بده يعلى معدل السكري. بس أفانتاج البقوليات هو أنه مثلا العدس، الحمص، الفول، أنه بيحتوى على ألياف بتساعد كتير لارتفاع المعدل السكري، بيبطل يرتفع بشكل سريع. دونك فيها افانتاج، بس بدنا ننتبه اكيد للكميه مين ما كان، ننتبه للكميه اللي عم ناخذها على كل وجبه. يعني مريض السكري مش ممنوع انه ياكل منقوشه، شهيتينا بس اذا منتبه هون الكميه حطوا لنا كنافه وهلا عم بحطوا لنا منقوشه. بس انتبهي هون في فرق بين الكنافه والشقفه المنقوشه اللي حطيناها. طيب اذا الكنافه مع قطر دايت، خليني كفي النشويات. الرز مش ممنوع عند مريض السكري، بس برجع بشدد انه الكميه لازم ننتبه لها، واكيد افضل نتناول رز كامل، باستا كامله مثلا، البرغل كتير منيح، البرغل لانه فيه البرغل بالقشر بقشره، القمح بالطبخات. ليش ما بنرجع على تقاليدنا ونطبخ مثلا دجاج مع قمح او دجاج مع كينوا فريكي او فريكي؟ الفريكي هي من الماكولات اللي كتير صحيه، بنكون عم نزيد الياف، بنكون عم ناخذ نشويات ولكن بكميه كافيه لجسمنا. اكيد هيدا كل شخص حسب حاجته، يعني ما فينا نعطي كميه لكل الاشخاص، هون لازم يكون النظام الغذائي مخصص لكل شخص. سألتيني عن الكنافة. كنافة القطر الدايت، يعني قدي لازم بيقولوا لنا دايت بيحطوا قطر سوربيتول اتسترا، ما فيه سكر، يمكن فيه فات كتير الكنافة، بس هيدا السكر ما بيعلي سكري. أول شيء اللي بيعلي السكري هو السكر والنشويات، منهم السميد. السميد فيه نشويات، ولكن اللي خطر للأشخاص، بس تذكر شغلي، الأشخاص اللي عندهم سكري حيالا نوع سكري كان، معرضين أكتر من غيرهم تيعملوا مشاكل بالقلب. مشان هيك نسبة الكوليسترول عندهم لازم تكون أوطى من باقي الأشخاص. مشان هيك لازم ينتبهوا مش بس على السكر اللي عم بيكلوه، ولكن على الدهون اللي عم بيخدوها. والكنافة هي من المأكولات اللي فيها كتير دهون، وخاصة دهون مشبعة معمولة بالسمنة ومعمولة من دهون منا صحية. سو الكنافة مشكلتها منا بس بالقطر، مشكلتها بالدهون اللي بتحتوي موجودة. هلا السكر اللي بيزيدوه ما بيعلي السكري. داكور.
صحيح. بس تعرف انه اذا بيعلي أكيد. ولا ما بيعلي. اكيد خففنا نسبه السكر اللي عم نضيفها، بس هني اكيد في السمنه يعني اللي اذا اكلنا ربع كنافه مع قطر دايت لمريض السكري ما بيشبع، بس انه الواحد اوقات بيشتهي. نتالي هلا نقطة أساسية إنه هول الحلويات اللي عم نحكي عنها أهم شيء إنه ما تكون هي ركيزة النظام الغذائي. نعم. عند الأشخاص عندهم سكري ما يقولوا إنه قلنا إنه في ياكل كنافة خلص ياكل كل يوم لا كنيفة. أكيد هول الحلويات المأكولات الدسمة المقالي المأكولات اللي بتحتوي على نسبة دهون كتير عالية، حتى الأجبان لازم ننتبه شو عم ناكل، شو أنواع الأجبان اللي عم ناخدها، لازم نكلها ب من وقت لوقت يعني على المناسبات ما نتعود ناخذها بشكل منتظم. طيب المنقوشه اكثر شيء بنلاقيها وين ما كان، يعني الكنافه يمكن في ناس ما بياكلوا كل يوم كنافه بس المنقوشه اكيد ربع لازم ناكل، يعني وارد سكري مثل ما كنت عم بقول بالاول الكميه بتختلف من شخص للتاني. بالمنقوشه في عجين في زيت اوكي، واكيد ما في غير عناصر غذائيه ممكن انه نستفيد منها، اكيد فيها الزيت والنشويات. هلا كل مريض كل شخص عنده احتياجات مختلفه، شخص رياضي مش مثل الشخص اللي مثلا عمره 80 سنه وعنده سكري، سو الكميه انا هون ما فيني اقول كميه للكل. نعم. بس اللي فيني اقوله انه الشخص اللي عنده سكري لازم يدخل خضره مع المنقوشه. نعم. لازم يزيد اجبان وقلبان او لبنه قليله الدسم تيكون في توازن بوجبه. نعم. ترويقة تبعيته. وما ينسى كمان نقطة أساسية إنه الخضرة الورقية، الخضرة مهمة جدا لمريض عنده سكري لأنه بتعطيه فيتامينات مهمة كرمال مش مرضه، مشان هيك مهم كتير إنه ندخل على القليلة مرتين بالأسبوع حصص من هالفئة من الخضار. خلص وقتنا دماج نتالي، بكرة بنتابع الموضوع. بكرة ما رح أكون أنا، بكرة لا نهار الجمعة إن الله راد منكفي الموضوع أكيد، إذا مش نهار الجمعة أسبوع الجاي لأنه هذا موضوع كتير بيهم كتير أشخاص. صح. وأكيد في كتير بعد معلومات نعطيها للمشاهدين. Thank you Natalie. Have a nice day. مشاهدين رح أعطيكم ريسيبي اليوم.